النقطة الأولانية اللي ممكن فيهاش برشا حديث باش نبدا بها هي بالعاني باش نحكي أكثر معناتها تنسدوا الكتاب بربي باش نذكر فقط التذكير فقط لا مجال لأي ترخيص لا يستوفي الشروط القانونية. مرة أخرى تنقولها في الكلمة هذه مع أن حتى دخل في المضمون نتاع العروض الفنانية الفنية ولا نتدخل في شكون الفنان وشنو الفن نتاعو وشنو التعبير نتاعو وشنو المضمون نتاع لا احنا عندنا شروط قانونية ان توفرت الترخيص مضمون وفما شروط قانونية لذلك. اثنين لا مجال لأي ترخيص دون طلب الترخيص. يعني خاطر ما لاحظت بالنسبة للحقيقة في ستة أسابيع هذوما من منذ توليت البوست هذا تم زوج ملفات كبيرة استأثرت برأي عام برأي عام وبالإعلام. الملف الأولاني الحقيقة كان فيه مطلب نتاع ترخيص لا يستوفي الشروط القانونية. الملف الثاني اللي شفتوه نتاع الجمعة هذيا اللي جابني تو حكيت على النقطة هذيا. أول حاجة نحب نأكد لكم ثم حتى ملف ثم حتى مطلب قال وزارة الثقافة بكل تواضع وبكل صراحة. وهني نتوجه مش فقط للرأي العام الإعلام، نتوجه لبعض من أصدقائي من منظمي هذه العروض. مش على خاطرنا أصدقاء تهز التليفون بربي معناها يجب يكون ثم ملف مستوفى الشروط القانونية وأنا حريص على محافظة على علاقاتي طيبة مع الجميع ولكن في إطار القانون. أما الحاجة الثالثة اللي نحب نقولها صحيح وأن هذه الإجراءات في الحقيقة طويلة شوية وممكن حتى معقدة نوعا ما. واحنا ونحن وزارة الثقافة حريصة على تسهيل الإجراءات هذه قانونيا. احنا استدعينا المتعاهدين النقابة نتاعهم على الأقل واقترحنا عليهم جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل هذه الإجراءات وخاصة من شأنها أن تسهل الاستثمار. وأهم إجراء اقترحناه هو وأنه احنا ناويين نغيره في القانون بحيث وذا حكيت عليه حتى نجرب تمام في الكوان دو بريس المرة الأخرى وأنه لي تاكس الأداءات اللي يدفعوها الناس اللي ينظموا في العروض هذه نحبوا لي تو يرجعوا للي نورم انترناسيونال ما بين 20 و 25% هما توا مرتفعين يوصلوا حدود تقريبا 33 34% هذا تعهد به وزارة الثقافة اقترحناه على النقابة مازلنا ننتظروا في رد الفعل نتاعها ولكن احنا هذا ناويين باش نعملوا يجب نسهلوا الإجراءات على العباد حتى في مستوى احترام الأجال وغيره باش الناس نشجعوهم باش ينظموا العروض هذه على خاطر قد ما هما ينظموا عروض قد ما يخدموا عباد في نهايه الامر وقد ما الحياه الثقافيه تكون في تونس فيها نسق ارفع. هذا يتعهدنا به ولكن في انتظار ذلك لا مجال لاي ترخيص خارج استيفاء الشروط القانونيه كامله.